الوحدة الثالثة الدرس التاسع عشر السكن انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام أين تسكن؟ أسكن في حي المطار وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت هل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة ما رقم شقتك؟ 5 ما رقم بيتك؟ 9 لقد انتهى حوار اليوم شكرا لكم على المشاهدة اضغطوا على اشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي Arabic Immersion وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع السلامة